برضه بنحب نبسط الموضوع الخاص بالسكالب والفيس. أهم حاجة بالنسبة للسكالب إن إحنا نبقى عارفين يعني إيه ديفينيشن، يعني إيه سكالب. ده عبارة عن سوفت تيشو بتغطي الفولتا أو السكال كاب، وبتبتدي من الأمام سوبرا سوبير سيلياري ريتش اللي هو سوبرا اوربيتال، وفي الخلف بيبقى فيه سوبير دوكال لاين، ومن الاجنب رايت وليفت سوبير تيمبرال لاين. اللايرز عندي كلمه سكالب 5 حروف، اس سي اي ال بي، اس يعني سكين، والسكين ده بيبقى نوع من انواع السيك سكين، وبيبقى بيرسد بهير، وبيبقى بيحتوي على كل الدريفاتيفز بتاعته، سواء اذا كان سبيشال جلاندز او سويت جلاندز. بيحتوي على برضه مجموعه من الكوتينيوس نيرفس اند فيسلز. بالنسبه لكلمه سي يعني كونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو دي بتبقى دنس كونكتيف تيشو، وبتبقى مقسمه الى كومبارتمنتس، ما بتبقاش ديفيوز زي اي لاير. بالنسبه للابيكرينال ابونوروزس، ابونوروز دي عباره عن الديب فاشيا، بس واخده طابع ان هي بتبقى ثيك وستريتشد وسترونج، وبيبقى جزء الامامي بتاعها بيتحور الى ماسل بنسميه فرونتال بيلي، والجزء الخلفي بيتحول برضه الى ماسكولار بار فبنسميها اوكسيبوتو فرونتاليس ماسل، والجزء اللي في الاوسط بيبقى عباره عن الابينوروزس. الحرف ال اللي هو لوز اريولار تيشو، وده بيبقى ثيرد لير عند الثلاث طبقات الاولى والثانيه والثالثه، بيتحركوا من خلال اللوز اريولار تيشو على البريكرينيوم اللي هي رقم 5 او البريوستيا. بالنسبه للحاجه الثانيه، ان احنا بنبقى لازم نبقى عارفين النيرف سبلاي والبلاد سبلاي. الموتور عندنا برانش طالع من الفيشيال نيرف عشان تغذي لي العضله اللي هي اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس اللي موجوده في الابيكرينيال ابونوروزس او في الثيرد لير. عندنا الانتيرو بيلي سبلاي بتمبرال برانش من الفيشيال نيرف، والبوستيرو بيلي بتبقى سبلاي باي بوستيرو البلاد برانش اوف ذا فيشيال نيرف قبل ما يخش البارتيريال جلاند. بالنسبه للسنسوري، السنسوري برانشز عندنا بنقسمه الى مجموعتين، مجموعه ان فرونت اوف ذا اوركل ومجموعه باك اوف ذا اوركل. المجموعه اللي في امام الاوركل دي برانشز طالعه من السب ديفيجنز او ثلاثه برانشز بتاعت تراجيمينال نيرف. عندنا السوبرا بروبيولار نيرف والسوبرا اوربيتال نيرف، دول واخدين البرانشز من الاوفثالم فرونتال برانش اوف ذا اوفثالم. عندنا زيجوماتيكو تيمبرال من الماكزيلري والاوريكولو تيمبرال من المانديبول. باك تو ذا اوركل برضه عندنا اربعه كوتينيوس نيرفز، دول طالعين من السيرفايكال بليكسس ليسر وجريتر وثيرد اوكسيبيتال، بالاضافه الى الجرين اوريكولار. البلاد سبلاي تقريبا نفس الفكره، مجموعه ان فرونت اوف ذا اوركل ومجموعه باك اوف ذا اوركل، دول 6 4 و2. المجموعة اللي ان فرونت عندنا سوبرا بروكيولار وسوبرا اوربيتال وزيجوات وتمبرال، دول طالعين من الاوفثالميك ارتري من الانترنال كاروتيد ارتري، والسوبر فيشال تمبرال طالع من احد التو تيرمينال برانشز اوف الاكسترنال كاروتيد ارتري. باك ذا اوركل عندنا تو ارترز طالعين من الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو الاوكسيبيتال ارتري والبوستيريو اوريكولار ارتري. بالنسبة للفيس، احنا عارفين الفيس عندنا بون وكسونا العظام لحمة ثم مفصل ثم اسكين. لو بصينا للعظام اللي هم مكونه الفيس بنسميها فيسرو برينيوم، عندنا سوبرا اوربيتال بارت اوف ذا سكوماس بارت اوف ذا فرونتال بون، عندنا الاوكسيبيت الاوربيتال كافيتيز والعين، عندنا النيزل بونز، عندنا الزيجوم، عندنا المجزلة، عندنا المانبول. بالنسبه للفيشال ماسلز بنسميها الماسلز اوف ذا فيشال اكسبريشن، دي بنقسمها الى مجموعتين، مجموعه كبيره بنسميها الميجور ماسلز زي الاوربيكولاريس اوكولاي واوربيكولاريس اوريس وباكسيدين. وكلمه اوربيكولاريس يعني سفنكتر لايك، يعني مسؤوله عن كلوز اوف ذا اي، بتسمي كلمه اوكولاي يعني عين واوريس يعني ماوس. يبقى دي القافله اللي بتقفل العين ودي اللي بتقفل الماوس، باكسيدين في عضله الشيك. بالنسبه للجنرال كاركترز اوف ذا ميجور ماسلز او ماينور ماسل، وده كاكزامبل الماينور ماسل زي النزاي ماسلز بايليتور نزاي وكمبريسور نزاي، وعندنا الزيجوماتيك كاسمينور وماينور والريزوريس اللي هي مسؤوله عن السمايلنج. الجنرال كاركترز ان هي كلها طالعه من كامبريولوجيكالي طالعه من حاجه اسمها الفيشيال ارش اللي هو سكند فارينجيال ارش في علم الامبريولوجي.
عندنا ان هم بيبقى سبلايد كل الماسلز بتبقى سبلايد ببرانشز من الفيشيال نيرف، ان هي بتبقى لوكيتد في سوبر فيشيال فاشيا اراوند ذا فيشيال اوبننج اللي احنا قلنا عليهم، سواء الاوربت او النوز او الماوس، ان هي ليها بوني اوريجين وبتبقى انسيرت في السكن، عشان كده بتديني الاكشن بتاعها بيدي فيشيال اكسبريشن. بالنسبه للميجور ماسل عندنا الاول حاجه الاوربيكولاريس اوكولاي، ودي ثلاثه بارتس، في البلبيبرال اللي هي بتاعت الايلتس، في اوربيتال، وفي لاكريمال. البلبيبرال اللي موجوده في الايلتس دي بتعمل جنتل كلوجر، الاوربيتال بتعمل سترونج كلوجر، اللاكريمال بتعمل سكويزنج او ايميتنج للاكريمال ساك عشان تفرغ الجزء في النوتس. الجنتل كلوجر مع السترونج كلوجر لو الاثنين دول اشتغلوا مع بعض يدونا الفيرم كلوجر. بالنسبه للاوربيكولاريس اوريس الكلوجر اوف ذا ماوس او البيسيكول اوف ذا ماوس، ودي ليها تو بارتس، ابر في الابر ليب ولور فايبرز في اللور ليب. بالنسبه للباكسيليتور، الباكسيليتور اللي عضله الشيك دي بتبقى ليها ابر وميدل ولور بارتس، ودي بتعمل بريفنشن للاكوموليشن اوف ذا فود في البيسيكول اوف ذا ماوس، او بتعمل بوشنج للفود بعد عمليه الماستيكيشن على الدورس المزطنج عشان يتم الفيرست ديجري اوف سوالونج. برضو يبقى خلصنا المسلز، يبقى هنغطيها بالسكن. يبقى لازم عندنا في نيرف سبلاي للحاجه اللي تحت السكن والسكن نفسه، اللي بتغذي المسلز بنسميه الموتور، ودي برانشز من الفيشيال، الميدل برانشز بتاعت الفيشيال الزيجوماتيك مينلي البابل المانديكولار. بالنسبه للسنسور كلها جاي من برانشز من الترايجيمينال، حاجات من الاوبثالميك، حاجات من الماكزيلري، وحاجات من المانديبلر، ما عدا السكن اللي هو اوفر ذا انجل اوف ذا مانديبل، دي سبلايد باي جريت اوريكولار نيرف اللي هو طالع من سكند وثيرد سيرفايكال نيرفس. بالنسبه للبلاد سبلاي مجموعه الارتلز ومجموعه البينز. مجموعة الأرترز عندنا زي السوبرا تروكولار والسوبرا أوربيتال والزيجوماتيك أوفيشال والإنفرا تروكولار، ودول طالعين من الأوفثالميك اللي هو طالع من الإنترنال كارد. عندنا الإنفرا أوربيتال أرتري وده نهاية المكزيلاري أرتري، وعندنا السوبر فيشال تمبرال وبيدي الترانسفيرس سيرفايكال الترانسفيرس فيشال أرتري. عندنا المينتال، عندنا البقل، عندنا الفيشال ارت، ودول طالعين من الاكسترنال كارد. طبعا الفيشال ارت بيدي مجموعه من البرانشز في منطقه النك وفي منطقه الفيس، زي ما قلنا بيدي عندنا الانفير ليبيال او اللور ليبيال والابر ليبيال والليزر والانجولار عند الميديال انجل اوف ذا اي، دول البرانشز اوف ذا فيشال ارت في منطقه الفيس، وده بيبقى تورشوس ارتريا عشان الاكشن بتاع الماسلز اوف ذا فيشال اكسبريشن. بالنسبه للفينس درينج مهم قوي ان احنا نعرف يعني الفينس درينج اوف ذا سكالب اند فيس، مجموعه من الاوتور سيستم من الفيشال فين، عند الانتيرو فيشال فين وعندنا البوستيرو فيشال فين. لو بصينا الانتيرو فيشال فين بيبقى فورمد باي يونيون اوف سوبرا تروكليار مع سوبرا اوربيتال عند الميديال انجل اوف ذا اي او عند الروت اوف ذا نوز، بيتحدوا الاثنين يمشي على النوز بعد كده يمشي على المانديبل خلف الانجل اوف ذا ماوس، وبعد كده بيبقى سوبر فيشال لساب مانديبولار سليبري جلاند. بالنسبه للبوستير فيشال يونيون اوف سوبر فيشال تمبورال بين مع المانديبولار بين داخل باروت الجلاند بيدي ده البوستير فيشال بين او بنسميه المانديبولار بين. لو بصينا البوستيريو فيشال بين بينقسم الى انتيريو ديفيجن وبوستيريو ديفيجن. الانتيريو ديفيجن انتيريو مع انتيريو مع انتيريو فيشال عشان يدينا الكومن فيشال اللي بينتهي بقى في الانترنال جاجولار بين. اما البوستيريو ديفيجن اوف بوستيريو فيشال بين بيتحد مع البوستيريو ريكولار عشان يدينا الاكسترنال جاجولار بين، ويمشي على سوبر فيشال كوزيسترنومارسويد وينتهي في السب كليبيان بين. لو بصينا للكومنيكيشن كوميونيكيشن عندنا السوبرا بين والسوبرا اوربيتال بين بيعملوا كوميونيكيشن داخل الاوربت عشان يدي حاجه اسمها سوبر اوبثالميك بين، بيمشي في السوبر اوربيتال فيشر علشان يدريند او يزوب او يعمل كونكشن مع كابيرنال ساينس، وده احد الفينوس ساينسز اللي موجوده داخل الكرينيال كافي. بعد كده بنلاقي الانتير فيشال بين ايضا بيعمل كوميونيكيشن مع حاجه اسمها ترويد فينوس بريكسس بواسطه الديب فيشال بين، ثم الى الميشال بين الى الكبرنا ساينس عن طريق فورامين اوفال.
لو بصينا من خلال الكوميونيكيشن دي بيجي لنا حاجه اسمها دينجرس اريا اوف سكالب اند فيس، اللي هي الاريا اللي دريند باي ذا فينس سيستم اوت سايد ذا كرينيال كافيتي مع الفينس سيستم داخل الكرينيال كافيتي من خلال الميشري بينز او اذر كوميونيكيشن. السيجنيفيكانس بتاع هذه الكونكشن او الدينجرس اريا دي ان ممكن يحدث ترانسميشن اوف ذا انفكشن فروم اوت سايد تو اون سايد، تسبب له ممكن في لوبايتس التهاب في جدار الساينسز او يعمل لي حاجه اسمها المينينجايتس الحمى الشوكيه او ممكن يؤدي الى بريل ابسس، عشان كده بنسميها دينجرس اريا. الدينجرس اريا بتاعت السكال هي الثيرد لير اللي هي بوز ايرون، عشان دي بتبقى غنيه بالكوتينيوس فينز اللي بتعمل كونكشن مع الدبليو اوف ذا سكال مع الاميشن فينز الى سوبر سوبير ساجيتال ساينس. اما بالنسبه للدينجرس اريا اللي هو انفيرتد ترانجل اللي هي الاريا الدريند في الفيس باي ذا انفيرتد بين، عشان في الكوميونيكيشن مع الكافيرنا اوف ساينس توروس عن طريق سوبير اوف سلمك فين والديب فيشال بين الى الترجوت بين الى الكافيرنا ساينس. ثانك يو.